باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن أهمية التركيز على الله أثناء مشاكل اللي بنواجهها بهاي الدنيا. كتير من الناس بس بيركزوا على المشكلة فإيش فبغرقوا بهاي المشكلة، بصير تفكيرهم وهاي المشكلة بتسوق. بس لو ركزنا على المسيح بخلال المشاكل رح نمشي معه على المي، رح هو ينقذنا من هاي المشاكل، وهو بعطينا الطمأنينة بخلال هاي المشكلة، ورح يساعدنا نتخطى هذه المشكلة. هذا الموقف صار بالضبط مع القديس بطرس يسوع المسيح. تشوف شو القصة هاي صارت بالإنجيل. وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع، وبعد صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. لما صار المساء كان هناك وحده، أما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولما رأى الريح الشديدة خاف، وإذا ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخلا السفينة سكتت الرياح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. هون منشوف يا أحبائي إنه لما بطرس كان تركيزه على المسيح مش على المي، بس لما طلع على المشكلة اللي هي الرياح الشديدة خاف، صار إيش يغرق، لأنه هو مركز مش على المسيح على الرياح. فعشان هيك يا أحبائي لازم دائما نركز على المسيح اللي هو رح يمنعنا من إنه نغرق بالمشاكل، وحتى لو غرقنا هو رح يساعدنا زي ما صار مع بطرس. الله يبارككم.